اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره المحببه لقلبي واكيد قلب فارس، فقره ريمونتادا. والحقيقه الفقره دي زي ما قلنا هتتناول كل القضايا او كل ما يدور حوالين النادي الاهلي، واحنا ما عندناش خلاف ابدا ان اي حد او اعلام منافس يتناول قضايا النادي الاهلي، لكن احنا خلافنا دايما مع التطاول. احنا هنا هنتناول اي حاجه فارس بيتم غضوب عند النادي الاهلي او ما شابه هنرد عليه، والرد بالادله وبنوصيكم مش عايزين حد يزعل من فكره الرد. قلنا حته مهمه، الناس بتقول انتوا بتردوا وبتدوا مساحه للبرنامج، احنا يا جماعه في فرق بين ان احنا بنرد، انت بالعكس انت بالرد بتكسب حاجتين، بتثبت ان الاخر على خطا بالزبط. وبتوثق لده، وبتثبت ان انت دايما مفترى عليك وبترسخ لده، ودي حاجة مهمة جدا ان احنا لما بنرد الافتراءات دي بنبين قد ايه النادي الاهلي كل حاجة بيعملها بقيمه ومجهوده. وما ينفعش نتجاوز يا فارس، يعني طبعا. انا عايز اقول لك بنرد طريقة النادي الاهلي، ودي كان في سوفسطائيين لما طلعوا كانت الحضارة اليونانية هتنهار يا جماعة، راجل فيلسوف كان ممكن يقول لك انا مالي ومالهم وما نردش مش عارف ايه، لا كان بيرد وحارب السوفسطائيين عشان من اجل الحضارة اليونانية، احنا هنا برضه بنحارب من اجل النادي الاهلي. طبيعة الرد يا جماعة ما تزعلش حد، المهم التناول لا التطاول. ما بنتجاوزش في حق حد. بالظبط. الحقيقه يعني من ضمن الحاجات اللي شفناها على النادي الاهلي او الاكاذيب دايما اللي بتنتشر على النادي الاهلي، ودي اكذوبه مستمره جدا، ان هو يتقال دايما ان النادي الاهلي عنده اعلام احمر قوي بيسنده وبيدعمه، ده اللي بيتقال على النادي الاهلي. طب ما تيجوا نشوف اعتراف الاعلام الزملكاوي برموز الزملكاويه تقريبا في كل الاعلام المصري. مين اكبر الصحفيين اللي كانوا زملكاويه جامدين جدا يا استاذ صبحي؟ عندك مثلا في الجمهوريه عندنا مثلا الاستاذ محمود معروف زملكاوي سليم جدا، ناصر سليم رحمه الله عليه زملكاوي جامد جدا. لا كتير عندنا، عندنا حد مين في الاخبار كان مين في الاخبار يا استاذ محمد؟ كان لا ده في جلال دويدار، وكان استاذ ابراهيم سعده وياسر رزق. مين في الاهرام؟ عبد الوهاب مطاوع. يا نهار ابيض، كان في واحد عندك رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مستعطل في منشطات المسا في ماتشات الزمالك والاهلي في الستينات، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي. يعني كان يقول لك ايه، الزمالك غسل الاهلي نقطتين وبرضه اتغلب. يعني احنا كنا بنعملوا كده في المسا. المسا بس تلاقي اللي بيكتب ماتشات ده زملكاوي. لا ناصف سليم. ناصف سليم والله. مين في المسا؟ مين في الاخبار؟ مين في الجمهوريه؟ طب مين في اليوم السابع فارس؟ طب مين في الجول؟ مين يزود؟ مش عارف والله. طب فين بقى الاعلام الاهلاوي يعني؟ ولا وبعدين مفارقه، حتى كابتن حسن حمدي اللي كان الحديث عن ان هو كان بيرأس وكاله الاعراب، ده في الوقت ده الاستاذ مرسي عطا الله كان رئيس نادي الزمالك اصلا متعين في وقت غير كده، هو بيشغل ايه بس؟ بالظبط. يعني انت عايز تقنعني ان حصل مظلوميه عليك والراجل ده واقف بيتفرج؟ مش ممكن. يعني حاجات افتراءات غريبه جدا. لا ده الاغرب بقى فكره لو انت كمسؤول اهلاوي، او انت اصلا انتمائك اهلاوي ولكن انت هنا مسؤول في منصب تاني زي كابتن شوبير، لو انت عندك ابنك بيلعب في النادي الاهلي لانه هو حارس مميز فاكيد لا انت بتجامل النادي الاهلي عشان ده. تعالوا نشوف الفيديو. كابتن شوبير يظهر امام الناس محاولا ان يصبح محايدا، لكن في الخفاء بيخدم النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي، كابتن النادي الاهلي، مساند للخطيب، وايضا ابنه بيلعب في النادي الاهلي، وبالتالي هيكون اكتر واحد بيحب النادي الاهلي يكون في حته تانية. كابتن مجدي عبد الغني واضح وصريح. كابتن شوبير ابنه بيلعب في النادي الاهلي فاكيد بيحرك الامور في الخفاء. طيب لو اتحاد اليد يا احمد رئيسه ابنه كان بيلعب في الزمالك، تعالوا نشوف الفيديو هيبقى الوضع ايه. لأول مرة في تاريخ كرة اليد العالمية فريق بر خارج القارة الأوروبية يفوز بكأس العالم لكرة اليد تحت 19 سنة. منتخب مصر وبيقوده يعني ناس محترمة جدا منهم زملكاوية، كابتن حمادة الروبي، أبو المجد طبعا واحد من نجوم نادي الزمالك، حسين زكي، حتى رئيس اتحاد كرة اليد كابتن هشام نصر يمكن ابنه بيلعب في نادي الزمالك وهو كان لاعبا كبيرا في نادي الزمالك. أهلاوي ابنه بيلعب في النادي الأهلي يبقى متعصب، زملكاوي ابنه بيلعب في نادي الزمالك يبقى اكيد محايد على طريقه عادل امام، مش محتاجه يعني. لا وهنتغاضى عن حاجات كتير، لا لازم الكابتن هشام نصر وبغض النظر بقى ابنه بيلعب في الزمالك، لا هو اصلا كان لاعب سابق في نادي الزمالك، عنده تجاوزات كتير مع النادي الاهلي، حرم النادي الاهلي من علي زين بعد ما النادي الاهلي تفاوض مع نادي الشرقه واتفق خلاص على اعارته
في بطوله افريقيا اتحرم النادي الاهلي اللي بيمثل مصر في بطوله افريقيا بحجه ان المدير الفني عايز يشوفه على ارض الواقع. يعني ايهما افضل، مدير فني يشوف لاعب في مباراه تجريبيه او في تدريبات، ولا يشوفه في اقوى مباراه قوي في افريقيا طبعاً. اتحرم طبعاً. النادي الاهلي من علي زين، ونفس الامر تم مع حماصه. ونيجي بقى نفصل لائحه معينه كده، يقول لك لو انت عندك لاعب دولي في مركز ما ينفعش تجيب لاعب دولي معاه. طب لو النادي الاهلي مش هينفع تجيب، طب لو انديه اخرى، لا لو انديه اخرى احنا ممكن نغير مركز اللاعب، او عادي جدا يدخل زي ما دخل اللاعب الاخير. كلام كتير جدا عن الكابتن، عن رئيس اتحاد اليد، والكابتن خالد غندور مش واخد باله وشايف انها عداله. لا يا كابتن شوبير، كمان كابتن شوبير يا جماعه مش عادل، مع ان في كل القرارات اللي اتحاد الكره نفذها فيما يخص لعب المسابقه من عدمها بعد كاس الامم ما اتخذش باي مقترح للجنه اللي كان على رئاستها كابتن شوبير. لا والكابتن الكابتن خالد يعني كمان مش مصدق ان ممكن رئيس اتحاد اليد او ممكن الجهاز الفني في منتخب الناشئين اللي فاز بالبطوله يوجه لاعب الاكونت بتاعه كله بيثبت ان هو اهلاوي. لا مش ممكن تحصل، كانها ما حصلتش قبل كده من الكابتن حلم زموره باعتراف ناس زملكاويه. حاجه غريبه جدا، المبدا مش محتاجه يعني. طب نشوف كلام الكابتن خالد غندور عن تولي الحكم الدولي سمير عثمان لجنه التحكيم. هو خد بالك، ما انا برضو مع احترامي يعني، من اراد ان يتولى رئاسة لجنة الحكام ودفع في الموضوع ده هو كابتن شوبير لكابتن سمير محمود عثمان. ما انت بتجيب كابتن سمير محمود عثمان اللي هو بيحلل في قناة النادي الاهلي، مع احترامي ليه واتمنى له التوفيق وما عنديش مشكلة معاه الا ان يجد جديد. كابتن سمير هو اللي عين، وكابتن سمير كان بيشتغل في قناة النادي الاهلي. انا استغربت من الاختيار. تخيل بقى لو كان عندنا حكم هنا هو اللي بيشتغل في قناة الزمالك اليوم. تمام؟ وبيتقاضى اجر من نادي الزمالك، ما هو اللي بيتقاضى اجر برضه من قناة الاهلي يعني. بالظبط. تمام؟ زين زمالك. كابتن خالد غندور بيقول لك تخيل لو كان عندنا حكم هنا وبيتقاضى اجر وراح مسك رئيس لجنه الحكام، ده الاهلي عانى على مدار التاريخ، ده كان عم حكى لاعب بيحكم وكان اخو لاعب في الملعب بيحكم. تخيل احنا لو عندنا مثلا حسام غالي كان اخوه بيحكم ماتش اهلي وزمالك، كان ايه اللي ممكن يحصل يا كابتن خالد؟ حلقات لا وبعدين في نقطه مهمه جدا، مظلوميه. انت بتفتح قناه اكيد اللي جاي يشتغل عندك ده مش شرط يكون انتماء اهلاوي، ما انت حضرتك كابتن خالد عندك ناس كانت هنا في القناه وكانت بتاخد اجر من القناه وشغاله كل يوم بتقطع في النادي الاهلي. عشان انا اهلاويه ليه؟ لا 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 لا، هو بيقول لك انا لما كنت في النادي الاهلي كنت حيادي وكنت بعمل بشكل محترف. طب دلوقتي اللي كان بياخد منك اجر هنا في قناه النادي الاهلي وانتقل عندك بيعمل بشكل محترف، انما لو حد كان بيحلل كحكم بطل وطبيعي ان هو يتوجه لقناه من القنوات اللي بتحلل. لا ده ما ينفعش يبقى محترف يا جماعه. طب ده كلام عن حكم وكان شغال في قناه، طب ما بال كابتن خالد غندور لو عضو مجلس اداره جاب التعيين رئيس الاتحاد؟ نشوف الفيديو وهو بيبارك للاستاذ عمرو الجنايني على تعيينه في رئاسه الاتحاد. ليه الاستاذ عمرو الجنايني في وجوده كرئيس للجنه المؤقته التي ستدير كره القدم في مصر، ومعاهم كابتن محمد فضل، طبعا كابتن احمد عبد الله. استاذ عمرو الجنايني واحد من كبار من هم متواجدين في السي اي بي البنك الكبير، وبالتالي عنده خبرات كبيره جدا، وكان عضو مجلس اداره ورجل عادل، زملكاوي عادل. احمد عبد الله زملكاوي عادل، دكتور محمد فضل، دكتور جمال محمد علي. دي التهنئه للاستاذ عمرو الجنايني اللي كان بيتكلم عن خساره النادي الاهلي في افريقيا، وان هو شاف وما فيش مشكله ان الموضوع نوع من الدعابه، وما فيش مشكله ان انا خارج المسابقات اللي هي فيها المنافس عادي اتمنى خسارته او فوزه، ده شيء يرجع له، وده ما منعش ان هو يكون على رئاسه الاتحاد. طب تعالوا نشوف كلام كابتن خالد الغندور على كابتن شريف عبد المنعم لما كان عنده وجهه نظر في فكره منافسه الزمالك في افريقيا. معقول يا جماعه كابتن في قيمه كابتن شريف عبد المنعم في وجود استوديو زي الكابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن اسلام الشاطر، كابتن شريف عبد المنعم يقول هذا الكلام، كابتن اسامه حسني عمال يضحك، يا ترى الوطنيه للاعلام فين؟ هنشوف ماذا ستفعل الهيئه الوطنيه للاعلام. انا كمقدم برامج عمري ما قلت هذا الكلام ولا استطيع ان انا اقوله، احتراما لجمهور النادي الاهلي واحتراما لمهنيتي. يا جماعة ده خطأ إن كابتن شريف عبد المنعم يتكلم في الحتة دي وطلع وضح، بس برضه أين الوطنية للإعلام؟ أين الوطنية للإعلام؟ أما إن يبقى رئيس الاتحاد كان له تصريحات مشابهة أو كتابات مشابهة يصبح الزملكاوي العادل، هنا عادل وأكيد هيكون حيادي بين كل الأطراف. وعلى فكرة إحنا تجاوزنا فكرة رئيس الاتحاد، ولكن هنا بنتكلم على حجم التناقض اللي محتاج إن أنت
تراجع مواقفك ومحتاج ان انت ترصد ازاي انا هنا بشوف المعيار اللي بقيم بيه الامور وفي مناطق تانية مماثله بشوف بمعيار والله مختلف تماما. والله اختصرنا كمان والله اختصرنا عشان وقت الحلقه وعشان وقت فقراتنا، لان كمان في حالات كمان عايزين نتعرض ليها مش بس الكابتن خالد غندور، وطبعا له حق الرد تماما، بس يا ريت لما يجي يرد يرد بادله واسانيد وحاجات موثقه زي اللي احنا بنرد بيها دي. لكن كمان كان مع الكابتن خالد غندور الاستاذ صبحي عبد السلام وقال تصريح غريب جدا، يعني انا مش فاهم، يعني حتى لازم تراجع معلومات. قال لك كابتن محمود خطيب منذ رئاسته للنادي الاهلي غير 7 مديرين فنيين. يا راجل 7 مديرين فنيين كابتن محمود خطيب منذ رئاسته للنادي الاهلي غير 7 مديرين فنيين. نقارن بنفس الفتره اللي جاء فيها نقارن بنفس الفتره، هو يمكن شاف من منظوره هو بالظبط، هو فعلا في 7 بس مش في الاهلي، يعني هو شاف السبعة بس مش في الاهلي. استعرض الاسماء يا احمد من منظوره هو، يمكن النادي الاهلي هو اذا كان كابتن حسام البدري طبعا كان جاي في عهد الكابتن الباشمهندس محمود طاهر وبعد كده انتهى عقده، جاء كارتيرون مسك محمد يوسف فتره انتقاليه، بعد كده جاء بعده لاسارتي، وحاليا محمد يوسف برضه فتره انتقاليه. فانت لو حسبتها تعاقد مع خمس مدربين في الفتره دي، ده انت لو حسبتها تعاقد مع مدربين فنيين هو لاسارتي وكارتيرون. لكن هنقول خمس، هنوحد المعيار ان خمس تمام. مدربين هنتكلم على نادي الزمالك في نفس الفتره يا احمد، نستعرض الاسماء. طبعا بدا بنيبوشا، طبعا نيبوشا اللي هو قاهر النادي الاهلي لما جاء ما كملش، طبعا جاء كابتن ايهاب جلال وكان برضه بدايته مع النادي الاهلي، بعدين كابتن خالد جلال، ثم كابتن خالد جلال، ثم جاء جروس، ثم راح الجروس، ثم جاء كابتن خالد جلال، ثم جاء كابتن طارق يحيى، والان ميتشو. اكيد هو لو شاف ان السبع مدربين سلبيه اللي ما طلعوش اساسا السبعه في النادي الاهلي، انت عرفت السلبيه اللي انت شفتها والسبعه دول كانوا فين بالظبط. ده احنا لو جبنا الاحصائيه بتاعت اخر 3-4 سنين انت هتشوف ارقام غريبه وحاجات غريبه ومديرين فنيين باعداد غريبه. وعلى فكره يا احمد انا عندي وجهه نظر، من حق كل نادي يشوف سياسته الخاصه بتعيين او المدربين او الابقاء عليهم من عدم، احنا ما بنتدخلش في ده، احنا بنصحح معلومه بس، انت بنصحح معلومه انت اللي اجبرتنا ان احنا نتكلم فيها على فكره. لا والحقيقه كان كابتن خالد غندور في الحلقه دي ما كانش بس معاك الاستاذ صبحي عبد السلام، كان معاه طبعا شخص كان شغال هنا في قناه النادي الاهلي، والحقيقه يعني هو بيحاول يربط ربط بس ما عرفت ما جاتش معاه كويس، لان النادي الاهلي قبل افريقيا كان بيتكلم عن مصلحه الانديه في خطابه، والحقيقه ان الانديه نفسها والمنافسين اعترفوا ان امتداد الدوري بعد افريقيا كان مش في صالح الانديه، فجاي بيقول طب بما ان هو في صالح الانديه طب ما كمان الاهلي بيعترض على الحكام وعايز يذكر حكام، وطب ما يذكر بقى الحكام اللي جملت النادي الاهلي. والحقيقه تعرض لهدف انبي في الاهلي وحامل الرايه شريف عبد الله، هدف في الحرس اللي اتلغى في النادي الاهلي اللي هو الحكم الخامس حسن سدبيسي، هدف احمد جعفر مباراه الجيش، هدف الاهلي في الاسماعيلي اول مباراه. الحقيقه انا سعيد جدا ان هو اختار الاخطاء التحكيميه دي يا فارس، لانه اختار اخطاء تحكيميه اللي هي فكره التسلل وايه ممكن يكون شبر. ده احنا في وادي دجله قعدوا يحسبوا انت عندك جهاز، لا انا ما عنديش، طب شوف البيرو عندك عامل ايه. اصعب اللعبات على الحكم لان هو في حاجه معروفه في قاعده التسلل، اولا الحكم الرئيسي ما بيكونش هو صاحب القرار باستثناء جميع القرارات الاخرى داخل المباراه، ومع ذلك الاخطاء اللي اخترها، احنا مش هنجيب اخطاء جسيمه، لا الاخطاء اللي اخترها اساسا يا كابتن يا استاذ ايهاب اترد عليها وجا كمان ردود مقنعه جدا. لكن انا هبدا تحديدا بالحكم حسن سندبيسي، لان انت هنا شككت في ميول الحكم وانه كان لابس تيشيرت اهلاوي وانه بالفعل الغى هدف للحرس قدام النادي الاهلي. طب ما نفس الحكم، نفس الحكم في نفس المباراه في نفس الشوط الغى، في الشوط الثاني الغى ضربه جزاء او ما حسبش ضربه جزاء واضحه جدا من تلامس يد بين اثنين مدافعين للاعبي الحرس قدام عينيه، كان ممكن يحسبها لو هو فكره بقى اهلي وزمالك او هو اهلاوي، ما حسبش حاجه زي دي ليه؟ واضحه جدا في نفس المباراه، في نفس المباراه واضحه جدا. ده مش كده وبس بقى فارس، ده الحكم ده اساسا صاحب واقعه مباراه الزمالك والمقاولين العرب، حسب ركله جزاء للزمالك ما حدش كان يقدر يلوم الحكم لو ما اتحسبتش تقريبا، الوحيد اللي شافها وخدنا اعداد كتير جدا. ايوه دي خدنا اعداد كتير جدا علشان والحكم اعتمد قراره هو بالظبط. بس الغريب ان برضه في نفس المباراه دي اللي نفس الحكم ده اللي هو متهم ان هو اهلاوي اللي حسب ركله جزاء زي دي مش واضحه الا لما تعيدها مره واثنين وثلاثه تغاضى عن احتساب ركله الجزاء، لو انت قاعد في المدرج هتحسب ركله الجزاء لو قاعد في المدرج بالظبط. فيا استاذ ايهاب لما تيجي تتكلم عن اخطاء تحكيميه ابقى ركز شويه، تختار اخطاء تحكيميه زي اللي احنا بنعرضها دي، لو مش عندك اخطاء تحكيميه تعالى احنا نجيب لك اخطاء تحكيميه تعرضها. لكن الحقيقه الامر ما كانش بس كده، كمان اتكلم عن هدف الاسماعيلي، تعالوا نسمع رئيس لجنه المسابقات اتكلم قال ايه عن هدف الاسماعيلي وكمان هدف انبي بالمره اللي كان عليه شك اللي احنا مهما ناكد برضه بيشككوا ان هو تسلل. نشوف الفيديو. احنا امبارح مثلا احد المحللين قال لك جون اجزم ان جون اللي جه في الاهلي جون سليم. رغم ان هو غلطان، لان احنا سالنا الفيفا والاتحاد الافريقي وناس في الاتحاد الاسيوي
ان الجون تسلل. اذا حتى البشر اللي بيحلل الصوره وقاعد في التكييف ممكن يغلط. ادي الكابتن عصام فتاح رئيس لجنه الحكام، عشان ما نطولش برضه هات له تصريحه عن الهدف الملغي. النهارده النادي الاهلي فيه عنده فعلا مشكله، فالعقلاء في النادي الاهلي المفروض لما بيفكروا لازم تجيب دكتور نفساني يقعد مع لعيبه النادي الاهلي زي ما كان بيعمل كابتن مستر مانويل جوزيه، كان في دكتور نفساني بيجي معاه فعلا؟ طبعا وبيقعد مع اللعيبه، كان موجود الدكتور النفساني بيخش يقعد مع اللعيبه واللي عنده مشكله بيحلها. فالنادي الاهلي لعيبته محتاجه يبقى الطبيب اللي كان بيجي ايام مانويل جوزيه الطبيب النفسي يبقى موجود عشان يعالج الحته ديت. طبعا واحنا كنا المفروض نجيب تصريح للكابتن عصام فتاح، لكن احنا على طول استاذ ايهاب الفولي سخن الحدث جدا وطلع بتصريح ان النادي الاهلي محتاج علاج نفسي عشان خسرنا ثلاث هزائم متتاليه من نفس الفريق. تعالى بقى نشوف الفكره بتاعه لما انت تخسر ثلاث مباريات متتاليه من فريق بيستدعي علاج نفسي. هنتكلم نادي الزمالك امام الاسماعيلي خسر خمس ده مرات قدام الفرق غير النادي الاهلي خمس مرات متتاليه في الفتره من 2007 و2009. خسر امام المقصه اربع مباريات متتاليه من 2017 ل 2018، قدام انبي ثلاث مرات متتاليه من 2011 ل 2014، قدام حرس الحدود ثلاث مرات متتاليه من 2008 ل 2009، قدام الاتحاد ثلاث مرات متتاليه من 47 ل 48، قدام المصري ثلاث مرات متتاليه في الفتره من 2005 ل 2006، وقدام الاولمبي ثلاث مرات في الفتره من 65 ل 66. كل دي مباريات اكتر من ثلاث هزائم لنادي الزمالك قصاد نفس الفريق. اعتقد محتاج لما تحاول تتكلم عن النادي الاهلي في حاجه تكون دارسها كويس ومذاكر كويس ومحضر كويس عشان ما تردش عليك انت. نستعرض له كمان مباريات الاهلي من ليك بقى، اهلي وزمالك انت عملت ايه؟ مباريات المباشره اهلي وزمالك خمس مباريات متتاليه 2007 2008، اربع مباريات متتاليه 1926 1928، اربع مرات متتاليه 2004 2005، ثلاث مرات متتاليه من 35 ل 37، ثلاث مرات متتاليه في 39، ثلاث مرات متتاليه من 98 ل 99، وثلاث مرات متتاليه في 2006. كتير قوي والله. والله اعتقد لو حد فعلا لو انت فعلا حابب مصلحه الفريق اللي انت بتنتمي ليه ايا كان الفريق من الاثنين، فلا تتمنى عوده طبيب نفسي مع النادي الاهلي زي ما انت بتقول يرجع زي ماتش مانويل جوزيه، لان الحقيقه لو عاد الطبيب نفسي هتتعب جدا زي ما كابتن ميدو كان تعبان جدا في مباراه الاهلي والزمالك. بالنسبه لي ان انا اشوف بعض اللعيبه دايما، انا دايما في الهزيمه بقول ان انا اللي مسؤول، وده طبعي وده اللي اتربيت عليه، ان انا اشوف بعض اللعيبه خايفه وقلقانه ان هي تلعب قدام الاهلي، ده بالنسبه لي هو اكبر مشكله. الموضوع مش بالنسبه لي مش موضوع مكسب وخساره، لكن موضوع ان انا حزين ان انا شايف في لعيبه في نادي الزمالك خايفه، لعيبه خايفه، ومش ده اللي احنا اتربينا عليه. شفت بقى يا استاذ ايهاب مين اللي ممكن لو الطبيب النفسي هيحتاج مستشفى عشان يعالج واللعيبه من خوف من مواجهه الاهلي؟ وعلى لسان احد ابناء نادي الزمالك بالزبط. والله يا جماعه انتوا لو هتدققوا مش هتقولوا الكلام ده واحنا مش هنحتاج نرجع نعمل ريمونتادا طبعا، لكن ربنا يخليهم طبعا واحنا الحمد لله ان شاء الله جاهزين طول الوقت. حابين نقول لكم ان هيفضل النادي الاهلي خط احمر ممنوع المساس بيه في عين ابنائه، وبالنسبه للمنافس خط احمر مستحيل تقدر تتجاوزه، الاهلي خط احمر. شكرا.